ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهارده هنطلع بره المطبخ شويه، هنمشي ايريش مطعم، هو باب او مطعم في نفس الوقت. الباركينج زي ما شايفين كده كبير ومناظر حلوه، كلها هذا الباركينج طبعا مجانا وكده، وهو كبير خالص زي ما قلت لكم، في كل حاجه، في عصاير. شايفين المناظر حلوة ازاي؟ دي اريا كده الناس بتقعد فيها، زي اوضة شمس كده زي ما شايفين المنظر كده، بصراحة حلو خالص. وقلت ان انا اشارك معاكم الاكسبيرينس ده، حمام للرجالة والستات. فدلوقتي هنخش المطعم كده ونشوف من جوا. هو مطعم وزي ما قلت لكم هو بار، في عصاير، في الكحول، وفي نان الكحول. بس شوفوا الديزاين، يعني الديزاين بصراحة حلو. كوزي كده لما تقعدون، كوزي، حاجات كلها كده ايريش قديمة، حاجات تحسوا ان انتو، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس it's nice experience، فاهميني؟ نظيف، الاكل بتاعهم نظيف، في انواع كثيرة من الاكل، بس انا شايفين الديزاين بصراحة روعة، فقلت يعني اشارككم الاكسبيرينس، وقولوا لي في الكومنتس لو تحبوا ان انا اعمل فيديوهات زي كده. المهم نحن هناخد لام شانك، بيجي معاه بوتيتو، ماش بوتيتو جريفي وسوتيه خضار وتشيبس كده، وده ريبس، بيجي معاه سلطة، وبيجي معاه كولسلو. الاكل بصراحة كان خرافة، واكلنا، وده التواليت بصراحه بتاعهم هيوج ونظيف خالص، فقلت اوريكم بس. وطبعا المناظر اخذنا كده كم صوره، وسيلينا اخذت كم صوره زي ما شايفين كده. فاتمنى لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.